السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم الحسن البصري، حكم واقوال خلدها التاريخ انصحق بتعلمها، الحلقة الاولى. قال الحسن البصري رحمه الله: خصلتان من العبد إذا صلحتا صلح ما سواهما، الركون إلى الظلمة والطغيان في النعمة. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، تحب أن تذكر حسناتك وتكره أن تذكر سيئاتك، وتؤاخذ غيرك بالظن وأنت مقيم على اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل، وإنها لمن أفعال المتقين. قال الحسن البصري رحمه الله: ثلاثة من قواسم الظهر: إمام تطيعه فيضلك، وجار إن علم خيرا ستره، وإن علم شرا نشره، وفقر ظاهر لا يجد صاحبه متلذذا. قال الحسن البصري رحمه الله: التواضع ألا تلقى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس العجب لمن هلك كيف هلك، وإنما العجب لمن نجا كيف نجا. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه. قال الحسن البصري رحمه الله: من أدرك آخر الزمان فليكن حلسا من أحلاس بيته. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم يجرب الأمور خدع، ومن صارع الحق صرع.